نظم المعهد التقني في قضاء بلد ندوة حوارية لمناقشة الاحتياجات والالتزامات المطلوبة في تطوير التعليم المهني بمشاركة رؤساء هيئة التعليم التقني والجامعات التقنية الأربعة في العراق. مراسلنا عبد الجبار مهدي ومزيد من التفاصيل. منذ انطلاقته للعام الثاني من العطاء والتميز والنجاح، المعهد التقني في بلد يستضيف رؤساء هيئة التعليم التقني والجامعات التقنية الأربعة في أروقته، حيث الاجتماع الدوري بحضور ورئاسة الدكتور عبد المحسن ناجين محيسن رئيس هيئة التعليم التقني في العراق. شكر وامتنان إلى إدارة أو عمادة معهد التقني في بلد باستضافة إلى هذا المؤتمر الطيب للتعاون والتنسيق بين الوزارات. حقيقة ما يعنينا في وزارة التربية كتعليم مهني هو التنسيق مع جميع الأطراف التي ممكن أن تدعم هذا القطاع المهم جدا، وتخريج الكادر الوسط لرفد سوق العمل ورفد أبناء الطلبة بالمعلومات والمهن التي ممكن أن تساعده في مسيرته الحياتية، وأن يساعد المجتمع أيضا في تنمية الواردات التي تنتج من هذا القطاع. عمادة المعهد التقني بلد تشرفت بمجيء السيد رئيس هيئة التعليم التقني والسادة السيدات رؤساء الجامعات التقنية في العراق. الاجتماع الدوري اللي ينعقد في معهدنا، واحنا ان شاء الله هذا الاجتماع طبعا لدعم المعهد وايضا لمشاهدة ما تم استحداثه في المعهد من يعني تطورات وتحسين في أداء العملية التعليمية. عمادة المعهد ثمنوا الدعم الكامل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لما للمعهد من تطوير على المستوى التعليمي والعمراني الذي شهده المعهد خلال السنتين الماضيتين من أداء وحضور متميز للطلبة. المؤتمر الدوري لهيئة التعليم التقني اللي هو يتألف من أربع جامعات، الجامعة الشمالية، جامعة التقنية الشمالية، والجامعة التقنية الوسطى، وجامعة الفرات الأوسط، والجامعة التقنية الوسطى. طبعا يترأس رئيس هيئة التعليم التقني الأستاذ الدكتور عبد المحسن ناجي المحيسن، واللي هو أيضا مكلف بمهام رئيس الجامعة التقنية الوسطى. يأتي هذا الاجتماع على ضوء دعم وإسناد لمعهد تقني بلد باعتبار أن المعهد مستحدث للعام 2019-2020. يتألف هذا المعهد من قسمين اللي هي قسم تقنيات المختبرات الطبية وقسم تقنيات المحاسبة، وإن شاء الله يتكلل الاجتماع في تطوير وتوسعة المعهد من خلال استحداث قسم آخر اليوم هو تحت الدراسة اللي هو قسم تقنيات التمريض، من أجل أنه يخدم أبناء كل محافظة صلاح الدين. نحن داعمون لهذا المعهد لكون تم تأسيس هذا المعهد من الجامعة التقنية الشمالية، معهد التقني الدور، فإن شاء الله سوف يتم عقد هذا الاجتماع الدوري لتوضيح وأيضا لوضع خطة مشتركة أو رؤية مشتركة بين الجامعات التقنية الأربعة. ونحن عادة يتم عقد مثل هذه الاجتماعات لوضع المناهج بشكل مشترك والأنظمة الدراسية بشكل مشترك، وأيضا وضع قواعد رئيسية بين الجامعات التقنية الأربعة، وإن شاء الله نتمنى الموفقية لمعهد تقني البلد. من قضاء بلد عبد الجبار مهدي، قناة صلاح الدين الفضائية.